رقاق العيد والفطير المشلتت هاخدكم في جولة تحفة جدا عشان تشوفوا الشيف بيعمله ازاي بالتفصيل. يلا بينا. بس قبل ما نبدأ أتمنى من حضراتكم تدوسوا لايك للفيديو واشترك في القناة وتفعيل الجرس على الكل علشان في فيديوهات قوية جدا جدا الفترة اللي جاية إن شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين رقم الشيف اللي هو كان موجود في أول الفيديو، لأن الرقمين اللي موجودين في اليافطة للأسف مش شغالين. ويلا نبدأ على بركة الله الفيديو مع بعض. سعر الفطيرة دي كام يا باشا؟ 15 يا باشا. والعسل؟ العسل 5. 5 جنيه صح؟ طحينة؟ هنا ب10، جبنة ب10. ازيك يا شيف؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ده الفطير؟ فطير اه. الفطيرة بقى اللي هي كل سعرها كام؟ الفطيرة دي سعرها 15 جنيه. ازاي اللي هي موجودة جاهزة هناك دي؟ ما شاء الله. وزي ما حضراتكم شايفين يا جماعة، هنا ده العجان طبعا الكهربائي اللي هم بيشتغلوا بيه، وده نوع الدقيق برضو اهرامات 2000. وعايز اقول لكم يا جماعة سعر الرقاق الناشف ب 35 جنيه كيلو، هتشوفوه في اخر الفيديو انا اشتريته. وكمان اشتريت الفطير ب 15 جنيه الفطيرة، حلوة جدا وحجمها كويس جدا. وطبعا بعد شوية الشيف هيتكلم معانا على المقادير، وكمان ازاي نبدأ ان احنا نعمل الرقاق والمعايير بالمظبوط. وزي ما انتوا شايفين بعد ما بدأ ان هو يعجن بالشكل دوت، طبعا بدأ ان هو يسخن الفرن ويحط الصواني، وده طبعا الشيف التاني كان بدأ ان هو برضو يشتغل شوية، لان الشيف الاساسي او اللي هو صاحب المكان بدأ ان هو يروح على الفرن. وزي ما حضراتكم شايفين برضو الشيف التاني، يعني ما شاء الله. الميزة في اي موضوع او اي مشروع لازم يكون الناس اللي شغالين صنايعية او حابين الصنعة، فعلشان كده دايما تلاقيهم متميزين في المنتج او الحاجة اللي بتطلع من ايديهم، بتكون جودتها اكيد كويسة جدا. وعايز اقول لكم كمان في اخر الفيديو هتشوفوا معايا المنتجات اللي انا اشتريتها بنفسي في البيت قد ايه حاجة كويسة جدا. ولو انتوا حابين اي منتج من الحاجات دي تقدروا تعرفوا كل حاجة عن طريق الرقم الشيف في اول الفيديو. وزي ما حضراتكم شايفين بالشكل الجميل ده، طبعا كده كان الشيف بدأ ان هو طبعا بعد ما العجينة خدت وقتها ربع ساعة، بدأ ان هو كده يبططها في الصينية، ويبدأ بقى ان هو يدخلها في الفرن بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. هسيبكم بقى مع اجواء الفيديو الجميل دوت. وعايز اقول لكم يا جماعه الفطير اللي هو الواحده سعرها 15 جنيه، وزي ما انتم شايفين شفتوا نوع الدقيق وشفتوا نوع السمنه وكمان العجان، وطبعا كل حاجه شغاله قدامكم وشايفينها بالتفصيل من اول الفطيره مكان الدقيق لغايه ما هتطلع قدامكم زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. اتمنى من حضراتكم تقدروا وجودنا، دوسوا لايك للفيديو، وفي فيديوهات ان شاء الله حلوه جدا، فيديو عن العاب العيد والعاب الاطفال واسعارها، ده احنا صورناه خلاص، وان شاء الله باذن الله كمان
اسعار اللحمه في مفاجآت حلوه جدا الفتره اللي جايه. اتمنى من حضراتكم تدوسوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل ما هو جديد. وزي ما حضراتكم شايفين كده، اول ما الفطيره تبدا تاخد وش بيقلبها بالناحيه الثانيه. وزي ما انتم شايفين انا شكلي كان مرهق جدا لاني كنت صورت في اربع اماكن مختلفه في اليوم ده، فبجد طلع عيني جدا. قول يا حاج السيد. دي يا باشا عجينه فطيره. تمام. تكون من دقيق. ايوه. وملح. دقيق وملح وسكر. دقيق وملح وسكر. اه. معيار قد ايه مثلا عشان تعمل خمس فطاير ست فطاير مثلا؟ عشان ما بنعجنش كميات قليله فما اقدرش احددلك ايه. طيب لو انت بتعجن مثلا قد ايه، كام فطيره مثلا؟ اقل حاجه مثلا بنعجن 20 كيلو دقيق. اه. طب ال 20 كيلو دقيق بيبقى عليهم قد ايه؟ بيبقى عليهم نص سكر. نص كيلو سكر. ونص كيلو ملح؟ اه. وكيس ملح اللي هو الصغير. اه. نص كيلو سكر وكيس ملح صغير. اه. عشان يدي العجينه عرق. ايوه. كده تعرف تشتغل. تمام. اه. مفيش خميره او حاجه زي كده؟ لا. اه. مشتت مفيش خميره. صح كده. اه. هو ميه وملح وسكر بس. تمام. العجينه زي ما انت شايف كده. اه. هكذا بتسيبها ترتاح دي ربع ساعه؟ بتسيبها ترتاح حوالي ربع ساعه 10 دقائق تبدا تشتغل تفردها كده. تمام. وتسيبها برضه ترتاح تاني 5 دقائق عشان تخش قبل الفرن. اه. صح، فلازم تاخد راحتها. الله اكبر. طب بالنسبة للرقاق بقى. بالنسبة للرقاق الناشف. وإننا في العيد دلوقتي، اه الرقاق الناشف. الرقاق الناشف ده هو ملح ودقيق ومية بس. ملح ودقيق ومية بس. ملح ومية بس. اه. ما تخشش أي خميرة وما تخشش أي حاجة. وبعدين؟ وبتخلي عجينته ناشفة. اه. عجينة بتبقى ناشفة. يبقى يابسة شوية. اه. اه. عشان ايه؟ اللقمة تطلع معاك يابسة وحلوة لازم العجينة تبقى ناشفة. اه. بس يفرد يفرد يعني بإيه؟ بحتة، لأن الناشف ده معروف إن هو بيفرود. بيفرود. فلازم يفرده بحتة. وبتسيبها ترتاح ولا بتتحط في الفرن على طول؟ لا، بتتحط تشتغل على طول. بتشتغل على طول. اه، لو شرب دي منك ما. اه. والمعيار بتاعها بيكون إيه برضه لو هتعمل؟ ملح ودي على حسب ما أنت شغال. اه. يعني والمية بتكون قد إيه؟ تخلي العجينه ناشفه. اه، العجينه تكون يابسه. اه. اه، يعني تتشكل تشكل في ايدك. تشكل يا دوبك تعرف تمسك العجينه في ايدك. اه. كده تطلع معاك النضج زي ما انت شايف حضرتك. كل سنه وانت طيب يا معلم سيد. كل سنه وانت طيبين. وعيد سعيد علينا جميعا يا رب. واخيرا وصلت البيت، وزي ما حضراتكم شايفين الفطيره اهي يا جماعه في البيت اهي، اشتريناها ب 15 جنيه زي ما انتم شايفين، طريه ومورقه وجميله جدا جدا. والعسل كان العلبه ب 5 جنيه، طبعا انا خدت نصها للامانه، يعني كانت اكتر من كده، يعني نص اللي كان موجود انا خدت نصها، وكمان المش كان ب 10 جنيه. وزي ما حضراتكم شايفين الرقاق هو يا جماعة قدامنا، الرقاق الناشف. كل سنة وحضراتكم طيبين، عيد أضحى سعيد عليكم. أتمنى من حضراتكم تدوسوا لايك للفيديو، وجمعة مباركة عليكم. والفيديو ده بتاريخ 23/6/2023، ودي الأسعار يا جماعة النهاردة. أشوفكم على خير والسلام عليكم.